لكم اليوم مستمعينا أنه إذا صح لكم تقعدوا مع شخصية كرتونية من الأفلام أو هيك الرسوم المتحركة اللي كنتوا تشوفوها، مع مين تختاروا تقعدوا؟ اليوم قررت أني أرجعكم لطفولتكم بهذا السؤال. أكيد بستقبل كل اتصالاتكم وواتساباتكم على 0788-593-593. يعني عشان أثبت لكم أنه نعيم من الجيل الجديد بحب يرجع هيك يقعد مع باتمان، يعني أنا باتمان كان عمري 37 سنة بس. عنا عيسى أبو الرغب تحياتي لك، عم بحكي أنا بختار أني أقعد مع الرجل الحديدي ويجرن دايزر. وكمان في عنا إيناس شكلها من جيلي مبدئيا، عم تحكي أنا بختار أقعد مع فلونة. مشاركة من ألاء جبور، هاي ألوقة، عم تحكي أنا بحب جرين دايزر. وكمان في عنا مشاركة تانية من مين؟ من زيادة عم بيقول برضو جرين دايزر. أما ديما الأسمر عم بتقول بتختار تقعد مع المحقق كونان. عبود عم بيقول بدي أقعد مع المفتش جادجت وأحكي له قديش كان هبيل. في عنا هنا مشاركة من رزق الشريف عم بيحكي مع الرجل الحديدي. طب خبروني ليش؟ رح نستقبل كمان اتصال من علاء ونقول له يا مساء الهلو يا علاء. مرحبا يا ستي الكل. أهلا وسهلا، الحمد لله منيحة، كيفك أنت؟ مبدئيا أنا وزوجتي الاثنين بدنا نشترك بموضوع الكرتون. يا أهلا وسهلا فيك أنت وزوجتك. اوكي، انا بالنسبه لي شخصيا كوني بطيني وبحب الاكل ففتى النينجا هذا مضاه يطبخ معكرونه ودمر. تمام اوكي. ومرتي هيك منها اليك. يلا خير يا روحي. اهلا يا مساء الهلو والفل والورد والياسمين، شو اخبارك؟ الموضوع بجنن تمام الحمد لله، ورجعتينا لاحلى احلى ايام. ان شاء الله الايام الجايه تكون احلى واحلى كمان صديقه قلبي. خبريني. انا بالنسبه لي كنت كثير بحب كرتون طمطم، وكان نفسي أستر عليه صراحة وألبسه. بس يسعد كل أوقاتك والله يديم السعادة عليكم، ودايما سمعوني صوتكم أهلا وسهلا فيكم. حبيبي. الله معاكم. في عنا هنا مشاركة كمان من نور النمروطي عم تحكي يا ريت أقعد مع ليدي وأختها سارة. طب خبريني يا نور، ليش حابة تقعدي معها؟ شو حابة تقولي لهم؟ شو حابة تشربي معها؟ تتذكروا هدول في بالكرتون زي بسكوت أو خبز كنت أشتهي أكل منه هيك بس يقطعوه يكون كبير، أو كمان الجبنة أو هاي الفخدة الدجاجة. يا ويلي. يلا خلينا نستقبل كمان اتصال من نور ونقولها يا مساء الهلو يا نور. مساء الورد، كيفك ران؟ الحمد لله، كيفك انت يا نور؟ انا كويسه. انا نور اللي قريتي المسج تبعي قبل شوي. يلا يعني اسمعي، كنت عم بسالك ليش حابه تقعدي مع ليدي وساره؟ علشان اتوسط عندهم يعيشوني بقصر ماربل. طيب سؤال كثير، يعني البرامج زمان كثير حلوه لحد الان، بحط على اليوتيوب وبخلي أولادي يتفرجوا عليها. ما هذا اللي جاي أسألك إياه، هل بيحبوا يتطلعوا على الكرتون اللي إحنا كنا نشوفه ولا لا؟ يعني بغصبهم مرات بس هيك فيها قيم بحسها تبعون زمان. صح، غير كان في حكمة من وراء كل قصة. خلينا نحكي فعلا كيف بتطيع أبوها بكل إشي. ليدي يعني كانت مرضية، كانت ليدي عقبالي أولادنا ما يصيروا مرضيين يا نور ولا لا؟ إن شاء الله يا رب. قديش هي ليدي يعني قديش كانت يعني هي وأختها. ما أحلى فعلا، أيام زمان كتير أحلى كتير. يلا وبرضو إن شاء الله يا رب تكون أيام كمان أولادنا أحلى وأحلى. وأنا متأكدة أن الجيل اللي بعد أولادنا رح يحكوا عن جيل أولادنا أنهم ختايرة وما إلهم دخل بالتكنولوجيا. تحياتي لإلك أكيد يا نور، ودايما سمعيني صوتك، أهلا وسهلا فيكي. ورح ناخد كمان اتصال من عدي ونقول له يا مساء الهلو يا عدي. يا مساء الورد والفول والياسمين. يسعد قلبك، شو أخبارك؟ الله يسعد قلبك يا رب. من وين عم تسمعنا عدي؟ من اربد، انا حكيت معك امبارح. ايوه اربد حامره، تحياتي لك يا عدي. صح لا تذكرت اتصالك. عدي، ايش اكثر اول شيء هيك افلام كرتون او رسوم متحركه بتذكرك بايام طفولتك؟ والله احكي لك شغله، انا حضرت عده كرتون مش كرتون. اوكي، بس افضل كرتون لغايه الان بحبه هذا اللي بتحول لنيلز، اذا بتسمع فيه نيلز. قال بتحول هذا، ايوه بتحول لقزل. تذكرته. انا يعني انا حضرت هيك شغلات مع بناتي صراحه، بس ما ركزتش لانه اظن عملوا زيه فيلم. بالضبط. وثاني كرتون بل وسباستيان. بل وسباستيان، يا الله. طب يعني ليش بتحبه؟ هذول كرتونين لو يجيبون 24 ساعه مستعد احضرهم. طب عدي، ليش بل وسباستيان هيك بتختار انك تقعد معاهم؟ احسه هيك اول شغله انا من اللي كنت احب رب يعني كربات كلاب. حلو تمام. وما ربيت؟ لا، انا زمان كان عندي كلب.
اوكي، بس انت كان نفسك يكون عندك زي الكلب الموجود ببل، هو اسمه بل ولا سباستيان كلب؟ بل وسباستيان، يعني الولد والكلب اسمه بل. خلاص تمام. في عنا هنا غندورة عم تحكي انا بختار اقعد مع فلونا وساندي بل وسنان. خبريني يا غندورة ليش بتحبي تختاري انك تقعدي معاهم؟ اما الاء شاهين عم تحكي بختار اقعد مع ليدي ليدي. اما جهاد، خلينا نشوف جهاد شو رايه بالموضوع. يسعد مساك يا جهاد. يسعد مساكي يا جهاد. مساء الهلو. منيحة الحمد لله، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. جهاد، مع مين بتختاري تقعدي من الشخصيات الكرتونية؟ شوفي، هم يعني اكثر اثنين كانوا سيطرين في هذاك الوقت، مش كثير قديم. عندك الدوق فليت. اوكي. واوسكار. اوسكار. أوسكار، مع إنه إحنا صغار كنا محترين هي بنت ولا ولد، بس كنا أنا صراحة أكتر إشي كنت أحب هيك أني أحضره هي شغلتين. بتحسيهم التنين هيك أصحاب أخلاق كلهم. اسمع، هذا قبل شوي كنا عم نحكي كمان، اي ثينك، انا مش عارفه ايش اسم الصبيره عن بالي، كنا عم نحكي انه فعليا في كان قيم وكان في اخلاق، فكان في رساله يوصلها الكرتون قبل. ايوه، اما كرتون الايام هاي يعني عم بحاول اتابع مع اولادي اشياء غريبه. صح، لا تمت للواقع بصلة، والمشكله بيجي بيطبقوها علينا. يا حبايبي الله يحميهم يا رب. يا جهاد حبيبي، بدي اشكر اتصالك ودائما سمعيني صوتك، اهلا وسهلا فيكي. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.